بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وطالباتي الأعزاء في مدرسة السباقون التعليمية، أهلا وسهلا بكم في حصة اللغة العربية، وهو استكمال درس العصفور المغرد للصف الثاني. واليوم طلابي سنقوم بمهارة جديدة من مهارات اللغة العربية، وهي همزة القطع وهمزة الوصل. هيا فلنبدأ معا في درسنا الجديد، وهو همزة القطع وهمزة الوصل، ونتعلم مهارة جديدة من مهارات اللغة العربية. وكيف نميز بين همزة القطع وهمزة الوصل؟ طلاب الأعزاء، هناك أنواع من الهمزة في أول الكلمة. هناك همزة الوصل وهمزة القطع. همزة أولا سنتحدث على همزة القطع. همزة القطع تكتب وتلفظ مع الحركات الثلاثة، ويكون على رأسها همزة. فلنعرض أو نستعرض بعض الكلمات على الهمزة القطع. هنا همزة الوصل وهمزة القطع. أمثلة على همزة الوصل. هنا كلمة احذر، 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 هذه هي كلمة احذر. هنا سنبدأ بهمزة الوصل. هنا كلمة احذر، احذر. هنا الهمزة تكتب ولا تلفظ، احذر، احذر، انتبه إليها. ولا يرسم على رأسها ولا يرسم على رأسها همزة. كيف أستدل عليها؟ أضع قبلها حرف من حروف العطف، واحذر، فاحذر. إذن همزة الوصل هي الهمزة التي تكون في أول الكلام وتنطق في أول الكلام، ولا تنطق عند وصلها بما قبلها، مثل كلمة احذر. إذن همزة غير منطوقة. إذا لاحظنا في النطق، همزة غير منطوقة، هي تكتب ولكن لا تلفظ، ولا يوجد على رأسها همزة. أما همزة القطع مثل كلمة العب، العب، همزة تكتب وتلفظ وتأتي مع الحركات الثلاث. هيا نميزها، نضع حرف من حروف العطف و أو ف. والعب، والعب، هيا انطقها، ممتاز، أحسن. إذن نستنتج أن همزة القطع هي الهمزة التي تكون في أول كلمة وتنطق في أول الكلام وفي وسطه، وتكتب أ أو أ أو إي. والآن لنتعرف على التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع، وكيف نميز كل منهما. هنا أضف و أو ف على الكلمة، إذا ظهرت في النطق إذن همزة قطع، إذا اختفت في النطق إذن همزة وصل. هيا سنعرض بعض الكلمات ونفرق. انتشر، انتشر، هل هي همزة؟ هل نطقت الهمزة؟ الهمزة منطوقة أم غير منطوقة؟ سنضع حرف من حروف الواو ف، إذن وانتشر أصبحت همزة غير منطوقة، همزة غير منطوقة. وأحب، وأحب، إذن همزة منطوقة وعلى رأسها كتبت الهمزة. إذن همزتا الوصل والقطع. الهمزة أول الكلمة نوعين كما تحدثنا، همزة وصل وهمزة قطع. همزة الوصل هي التي تكون في أول الكلمة وتنطق في أول الكلام، ولا تنطق عند وصلها بما قبلها، وترسم ألفا هكذا كما تلاحظون كيف ترسم، لا يوجد على رأسها همزة. أما همزة القطع هي التي تكون في أول الكلمة وتنطق أول الكلام وفي وسطه، وتكتب أو أو آ أو إي. والآن الفرق بينهما، حتى نميز بين الهمزة القطع وهمزة الوصل، أول كلمة ندخل عليها حرف الواو أو الفاء وننطقها، إذا ظهرت في النطق
كانت همزة قطع، إذا لم تظهر أو اختفت إذن هي همزة وصل. وقد تأتي أشكال همزة الوصل على هذه الأشكال آ أو إي، كما تلاحظون هذه هي بعض من أشكال همزة القطع، قد تأتي في أول الكلمة وفي أوسط الكلمة. هنا مثال: أذهب مع أختي إلى المدرسة في الصباح. أذهب هنا همزة قطع، ممتاز، أحسنتم. إذن همزة القطع تكتب وتلفظ كما تلاحظون مع الحركات الثلاثة، وهنا جاءت الفتحة ويكون على رأسها همزة. مع أختي إلى المدرسة، أختي هنا كما نلاحظ همزة قطع. هذا الشكل الثاني من همزة القطع جاء مع حركة الضمة. إلى كما تلاحظون هنا إلى جاءت في أول الكلمة وهي مكسورة، أحسنتم، ممتاز. هذه هي أمثلة على همزة القطع. هنا همزة الوصل: انطلقت الطائرة في الجو. انطلقت الطائرة في الجو، انطلقت هنا كما نلاحظ همزة وصل، كتبت ولا تلفظ ولا يرسم على رأسها همزة كما نلاحظ، وتأتي في التعريف الطائرة. هنا الطائرة هنا همزة وصل كما نلاحظ، هيا فنضيف لها و أو ف، فالطائرة. انظر إلى اللفظ، هل نطقت الهمزة هنا؟ أحسنتم، ممتاز. هنا لم تنطق الهمزة، ممتاز، أحسنتم، ولكن كتبت. انطلقت الطائرة في الجو، الجو هنا كما نلاحظ همزة وصل، ممتاز، همزة وصل كما نلاحظ، ولا يوجد ولا يرسم على رأسها همزة. هنا كما نلاحظ ونميز بين همزة القطع وهمزة الوصل، هنا أذهب، هنا كما نلاحظ همزة قطع رسمت على رأسها همزة ولفظت، فاذهب، فاذهب، ممتاز، أحسنت، أحسنتم. أختي هذا الشكل الثاني الهمزة، إلى هنا كما نلاحظ إلى الشكل الثالث لها. أما همزة الوصل هنا انطلقت الطائرة الجو، كما نلاحظ هنا جاءت الهمزة همزة الوصل في أول الكلمة ولا يوجد على رأسها أو لا يرسم على رأسها همزة كما نلاحظ. سنقوم الآن بإضافة حرف الواو أو الفاء على الكلمات حتى نحاول أن ننطقها بشكل صحيح ونميز بهمزة، هل هي همزة قطع أم همزة وصل. واذهب، واذهب هنا كما نلاحظ همزة قطع، ممتاز، أحسنتم. فأختي، فأختي، انتبه إلى اللفظ، انتبه إلى اللفظ، هل لفظت الهمزة هنا؟ نعم، ممتاز، لفظت الهمزة، إذن هي تكتب وتلفظ. وإلى، وإلى، انتبه إلى اللفظ، وإلى هنا همزة قطع. والآن سنميز همزة الوصل بحرف الواو أو الفاء. وانطلقت، وانطلقت، هل لاحظتم لفظ الهمزة؟ إذن الهمزة هنا تكتب ولا تلفظ ولا يرسم على رأسها همزة، ممتاز، أحسنتم. فالطائرة، فالطائرة، هنا همزة وصل، هنا لاحظتم لفظ الهمزة، لم تلفظ الهمزة ولكن كتبت، ولا يوجد على رأسها همزة.
هنا والجو، والجو. كما نلاحظ إذن طلابي الأعزاء، نستنتج أن همزة القطع تنطق في بداية الكلام ووسطه، أما همزة الوصل تنطق في بداية الكلام ولا تنطق في وسطه. وهكذا طلابي الأعزاء، أتمنى منكم الاستفادة في همزتي القطع وهمزة الوصل. دمتم بخير طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني في مدرسة الصباخونة التعليمية.